يا سيادة اللواء، بطولات أهالي سيناء، في وسط يعني إذا قوة كان العدو. حضرتك كنت مسؤول عن الاستطلاع والمعلومة اللي بتقدم بالشكل السليم للجيش المصري، فقبائل سيناء وشمال سيناء تحديدا أهالي يعني سيناء كان ليهم طبعا الدور لا الكبير قوي كان ليهم دور عظيم. اللي شكل النجاح اللي احنا فيه النهارده. لا هو كان نقول ايه عشان يبقى المعلومة أكثر دقة، يعني إن كان بيبقى ليهم دور مساعد معانا في ايوه الكثير من المهام، وكانوا بيساعدونا في تحقيق الكثير من هذه المهام بدرجة نجاح عالية الحقيقة، لأن هم أكثر دراية بطبعا البيئة اللي بيتم فيها العمل في داخل سيناء. وفي نفس الوقت قولي لي بقى الناس اللي كانوا بيعملوا خلف خطوط العدو دول قعدوا فترة قد إيه؟ إحنا كان التصور كده إن العمليات العسكرية دي هتقعد في حدود 10 أيام، في مجموعات قعدت 6 أشهر. نفسي حد يسألني يقول لي طب دول كانوا بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، عايشين ازاي، صحيح الإمداد كان بيروح لهم ازاي؟ ما انا بقول الامداد بيروح لهم ازاي، وازاي محدش يبقى عارف هم فين، وازاي يقدروا يشتغلوا ويبلغونا كل الرسائل عن كل أنشطة العدو دون ما يتم العدو اكتشافهم. اللي بيشتغل 24 ساعة عايز يحدد دول موجودين فين، لان عارف ان دول العيون اللي من خلالهم بتوصل المعلومات. فكان الحقيقه نقول ايه منظومه عمل كانت بتتم في بواسطه هؤلاء الرجال الحقيقه، وكان اهالي سينا الحقيقه ليهم دور كبير في عمليه توفير الاعاشه بقى، يعني توفير الاعاشه للناس بتوعنا قاموا بدور عظيم في هذا المجال الحقيقه. فهي هذه الملحمه الحقيقه مهما قلنا، رغم ان بقول ان المعركه العسكريه بتاعت معركه بسميها معركه رمضان 10 رمضان او 6 اكتوبر، شوفوا تحرير الارض قعدنا 22 سنه عشان نحرر الارض عشان نستعيد شرف الكرامه المصريه. كنا في رمضان وانا عارف ان ليك بعد عسكري شرف العسكريه المصريه عشان نرجعه، ورجعناه في كام يوم، انتماء شرف. اه طبعا رجعناه في كام يوم بقى، في 22 يوم. يبقى استعادة الأرض عشان نستعيد الأرض مرة تانية قعدنا 22 سنة، عشان نستعيد شرف العسكرية المصرية قعدنا 22 يوم، من يوم 6 أكتوبر ليوم 28 أكتوبر لما تم إيقاف النيران.